وينضم إلينا من لوكسمبورغ مراسل الغد سلامة عطلة. سلامة، إذن من واقع تغطيتك لهذا الاجتماع، هل يعني تحددت نوع العقوبات التي قرر الاتحاد الأوروبي فرضها على تركيا والجهات والكيانات والأسماء التي طالها أو طالتها هذه العقوبات؟ ما تحدد اليوم أو ما حدده وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم هو الإطار العملي الذي سينظم عمل المجموعة المتخصصة التي ستعقد اجتماعات خلال الأيام القادمة، وهي التي يفترض أن تعد قائمة بأسماء أشخاص أو شركات تقوم بالتنقيب عن النفط قبالة السواحل القبرصية. هذه القائمة ستتعرض لعقوبات، تجميد أرصدة، منع من دخول دول الاتحاد الأوروبي. هذا يعني بأن هؤلاء سيتعرضون لعقوبات اقتصادية شديدة، خصوصا وأن من يعمل في هذا المجال في تركيا له ارتباطات بلا شك مع الاقتصاد الأوروبي فيمكن أن يتضرر. لجأ الأوروبيون لذلك بعدما أن طالبوا عدة مرات أنقرة بالكف عن التنقيب والاحتكام إلى القانون الدولي وإلى الحوار مع قبرص وإلى الحوار مع المجتمع الدولي، لكن أنقرة لم تستجب. لذلك أصر الأوروبيون أن تكون رسالتهم اليوم واضحة حازمة في هذا المجال، وهم بصدد مزيد من الإجراءات العقابية ضد أنقرة. وقد أعد وزراء الخارجية اليوم مجموعة من الإجراءات التي سترفع للزعماء الأوروبيين الذين سيعقدون قمتهم يوم الخميس القادم للإطلاع عليها وإقرار بعضها على الأقل، في ظل هذا التوتر غير المسبوق في العلاقة بين الأوروبيين. طيب أنت هنا تركيا سلامة أشرت إلى أن هناك إطار عمل اتفق عليه الأوروبيون للاتفاق على كل هذه الأمور التفصيلية، يعني نفهم من هذا أن دون تطبيق هذه العقوبات مدى زمني بعيد أو قريب؟ هل تحدد؟ بما أن هناك أصعب شيء هو المعايير، أصعب شيء أن تتفق الدول جميعا على الإطار العملي. بما أن المعايير قد وضعت على مستوى الوزراء، تذهب بعد ذلك إلى المتخصصين الذين سيجمعون المعلومات عن الشركات وعن الأفراد. بعد ذلك ستكون هناك قائمة سوداء، والإجراءات العقابية هناك تجربة أوروبية في القوائم، قوائم العقاب في موضوع روسيا وموضوعات سوريا وما إلى ذلك، بمعنى أن هؤلاء سيتعرضون لتجميد أرصدة ومنع دخول من الاتحاد الأوروبي ومنع تعامل الدول الأوروبية مع هؤلاء، سواء ببيعهم لقطع الغيار أو المعدات أو ما إلى ذلك. هذا قد يحدث خلال أيام أو خلال أسابيع، لكن الإصرار الأوروبي واضح بأن تكون هناك رسالة، لأن هناك دولة عضو، قبرص دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تنتهك سيادتها من قبل تركيا. طيب كيف يمكن وإلا سيتبخر الاتحاد الأوروبي إن لم يكن له موقف. طيب أنا فهمت من كلامك أن مسألة العقوبات هذه من قبل القادة الأوروبيين أو من قبل المجتمعين، يعني هم ليسوا على مستوى القادة، مشروط بإقلاع تركيا أو تراجع تركيا عن التنقيب، هل هذا دقيق؟ بلا شك أن الأوروبيين يتمنون أن تكف تركيا عن التنقيب، لكنهم طالبوها، ترجوها. تحدثت ميركل قبل يومين مع أردوغان حول هذا الموضوع أيضا، لكن لا استجابة. هناك تكبر وتعنت تركي كما يقول الوزراء اليوم في التعامل مع هذا الموضوع وفي التعامل مع ملفات أخرى. المصطلحات التي باتت تستخدم مع تركيا غير مسبوقة في الدبلوماسية الأوروبية. حتى حينما ابتز الأتراك الأوروبيين بإرسال أو بتسهيل وصول بعض المهاجرين لم يكونوا يستخدموا كلمة ابتزاز، اليوم استخدموها بشكل واضح. اليوم وصفوا العملية أو العدوان التركي على الأراضي السورية بأنه احتلال كما قال وزير خارجية لوكسمبورغ. هناك تصعيد في اللهجة وهناك مطالبات، حتى أن الوزراء اليوم يعني متواضعين في هذه المصطلحات مقابل مطالبات لمسؤولين وبرلمانيين وسياسيين أوروبيين بقطع العلاقات مع تركيا، بفرض عقوبات شديدة على تركيا لأنها تمس الأمن الأوروبي، تهدد الأوروبيين، لا تكف عن إزعاجهم وتسير بعيدا، يعني تدمر كل المصالح إذا كانت تهدد كل المكتسبات التي حققتها دول التحالف الدولي لمحاربة داعش اليوم. فماذا يمكن أن يفعلوا مع هكذا حكومة؟ شكرا لك سلامة عطلة، مراسل الغد من لوكسمبورغ حيث اجتماع الاتحاد الأوروبي.